الوفاء أغلى لي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام، كتبنا القديمة مملوءة بالكلام والحديث عن الابتسامة، فيروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما معناه: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل الابتسامة فرض أم سنة أم ماذا؟ أم لا تندرج تحت أي من هذه التقسيمات؟ وهل الأمة في حاجة إلى ابتسامة الآن بالرغم ما يلم بساحتها من أنات للألم وما يحدث ببعض البقاع في تلك المناطق من الأرض تبع الأمة الإسلامية أم لا؟ هل نحن بحاجة حقيقية إلى الابتسامة؟ وما مصادر تلك الابتسامة؟ في هذه الحلقة التي يشاركنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي المعروف، مرحبا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله. حقيقة وأنا أقدم هذه الحلقة تعترين ابتسامة، لست أدري لماذا يعني. ولهذا يعني أصمت بين الفانية والأخرى. لماذا؟ هل لابد أن يكون المسلم مبتسما شيخ عمر؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسلم لا يعرف إلا مبتسما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه دائما التبسم، دائم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. والتبسم يعني أريد أن أقول يفتح القلوب المغلقة، وكم من ابتسامة يعني جرت بعدها أمور ما كانت تجري إلا عن طريق الابتسامة. نعم. يعني إذا كان الإنسان الذي يبخل على الناس بأن يتبسم في وجوههم، يعني أرى أنه إنسان ليس بخيلا فحسب، ولكن بخل على نفسه وصار بخيلا على الناس في أنه ما أعطاهم حتى هذا الوجه الذي رزقه الله سبحانه وتعالى عندما يتبسم، هذه البهجة، هذا السرور الذي احنا مفروض علينا ان ندخل السرور على الاخرين. فضلتك تتبسم شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين. اذا سنرى في تضعيف هذه الحلقة كيف تتبسم والمواقف التي تجعلك تتبسم تحديدا. مشاهدينا الكرام، بالتبسم نبدأ مع حضرتكم هذه الحلقة، نواصل بعد هذا الفصل، كونوا معنا. فألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير صاحب الفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضرتك مرة أخرى. وفي طيات هذا ديننا نبحث عن التبسم في هذه الأيام التي تعيشها الأمة. يعني لست متشائما ولا أريد أن أقذف بكلمات التشاؤم على هذه الحلقة في هذا ديننا، ولكن دعني أسأل فضلتك في البداية، هل التبسم فرض أم ماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن لم يكن التبسم فرضا فهو فرض. كيف؟ يعني تخيل أنت مجتمع يعني تخلو منه الابتسامة، لك أن تتخيل حادثة عجيبة حدثت في الستينات في متجر فرنسي في شارع مشهور في باريس. أراد العمال من صاحب العمل أن يزيد لهم مرتباته فأبى، فاجتمع العمال الموظفين في المتجر على ألا يتبسموا في وجه الزبائن. فوجئ صاحب المحل أن إيرادات المحل نقصت بنسبة 60% عن الأسبوع الذي سابق. فلما بحث عن المسألة أن سبحان الله، من يعني تخيل أنت أذهب إلى طبيب أذهب لمقطب الجبين، أنا لا أريد علاجا منه، أذهب إلى يأتي مهندس ليخطط لي بيتا أجده مقطب الجبين، بالله عليك ماذا أكثر؟ حتى لو كان عالم دين ومقطب الجبين أنا لا أريد منه فتوى. لابد أن يلقاني بوجه مبتسم أول الأمر. لابد أن نلقى الجمهور الكريم بالابتسامة يعني. وهذا ما نريده، لأننا نريد أن ندخل عليهم الابتسامة في البيوت، لأن يبدو أن كثيرا من المسلمين نتيجة يعني ما يحدث حولهم قد نسوا أن هناك شيء يسمى التبسم، وهذه كارثة كبيرة. نحن نريد أن نذكر أنفسنا بضرورة التبسم. طيب يعني بداية يطيب لي أن نفرق بين التبسم وبين الضحك دلاليا ولغويا، بينهما فرق أم لا؟
اولا التبسم هو ان تنفرج اسارير الانسان تفتر عن ابتسامه تتحرك فيها فقط عضلتان في الوجه. ما هم؟ يعني في عضلتين في الوجه. اذا حرك الانسان وجهه بالابتسامه اتعب عضلتين، واذا قطب اتعب 27 عضله. الله يعني حتى تقطيب الجبين حتى مكلف مزيد. يعني فسيولوجيا وتشريحيا ومكلف حقيقه. هذا نعم هذه حقيقه علميه. نعم. يعني سبحان الله. والصحابه والتابعين واجدادنا كانوا اصحاب بسمه يعني في التاريخ. يعني كما ذكرت انت في البدايه تاريخنا مليء بالتبسم حتى عند الناس الذين نظن انها ان الابتسامه لا تعرف طريقا الى شفاههم. طيب الفرق بين التبسم والضحك؟ اما الضحك يعني انسان سبحان الله العظيم الانسان الذي يغرق في الضحك او يعني يضحك في صغير الامر وكبيره هذا يعني ان الله لا يحب الفرحين. ليس الفرح المبتهج المتبسم، لا، الفرح الذي ينسى المنعم ويذكر النعمة، الذي يعني عنده بطر. الله. يعني إنسان سبحان الله. لكن ضحوك السن هذا شيء طيب. ضحوك السن الذي يظهر سنه. نعم وليس سن العمر يعني. لا ضحوك السن إنسان يعني سبحان الله يفتر وجهه. ولذلك عندما يلقى المسلم أخاه متبسما متهللا كما قال أحد الحكماء في مدح الرجل العربي كأنك معطيه الذي أنت سائله. إذا لقيته متهللا يلقاك متهلل وأنت تطلب منه. الله عز وجل سوف يعني يكوي جباه وجنوب وظهور الأغنياء البخلاء الذين يمنعون عطاءهم عن إخوانهم الفقراء يوم يحمى عليها في نار جهنم. لماذا؟ لأنه أول ما يجد الفقير قادما عليه يقطب جبينه. هذا غير مطلوب في الإسلام. لماذا تقطب جبينه؟ إما أن تعطيه وإما أن تصرفه بخير بابتسامة يعني جزاك الله خير أعطاك الله يسر الله لك سبحان الله. لكن لا تعطيه وتقطب جبينك وتتكبر عليه وتوليه ظهرك يعني هذه يعني مصائب مركبه. نعم. فالابتسامه حقيقه يعني تطيل العمر، يعني تبارك في العمر، ليس في اطاله العمر وتقصيره. ولكن تخيل انت انسان مهموم طوال حياته يظهر عليه التعب والعنت والكابه على وجهه بلا شك، وبالتالي يظهر بسن اكبر من سنه. هذا الامر. لا. الامر الثاني يدخل عليه الملل والفتور ويشعر انه لا امل في الحياه وبالتالي لا ينجز عملا. لكن المتبسم يستقبل الحياه، يزرع في الدنيا ليحصد في الاخره. طيب. نعم. القران الكريم قال عن سيدنا سليمان مع النمل فتبسم ضاحكا من قولها. نعم. يعني نعم. جمع الكلمتين. نعم. فتبسم ضاحكا. سيدنا سليمان لما راى النمله هكذا فيقال انه سال النمله وما الذي جعلك تحذرين بني جنسك مني ومن جيشي يعني ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. قالت خشيت ان يلهى النمل ويشغل بكثرة جيشك ساعة عن ذكر الله. يا الله. فتبسم ضاحكا من قولها. هذا التبسم يعني تبسم متعجبا. وهناك بسمة او اغلب البسمات يجب ان تكون في ميزان الحسنات. هناك ابتسامة توضع في ميزان السيئات، ابتسامة السخرية عندما يعني يقول الإنسان يتبسم مساخرا. نعم. يقول هذا يعني كده. فهذه مصيبة. لأن هذه منهي عنها. نعم. لأن إذا حفظ العبد قلبه من اثنتين ولسانه من اثنتين وقلبه من اثنتين ضمنت له الجنة. قلبه من اثنتين ولسانه من اثنتين وعينه من اثنتين. العين أن ينظر بهما إلى محرم أو أن يزدري بهما مسلما. احتقار الناس. حتى ولو أما أكثر هذه النظرة. حتى ولو الابتسامة. يقول أنت ويضحك. هذه ضحكة ليس هذا الضحك والتبسم ليس في ميزان الحسنات. هذه مصيبة. يعاقب عليها. هذه صورة من صور الكبر. لو كشفنا عن قلبه في هذه اللحظة تجد الكبر في عنفوانه يظهر على أسارير وجهه. سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. طبعا وقلبه من الغل والحسد ولسانه من الكذب والغيبه هكذا اذا حفظ طيب. الانسان. نعم. فضيله الشيخ. نعم. باعتقادك ما مصدر الابتسامه؟ مصدر الابتسامه الرضا عن الله وبالله. اولا لا يبتسم انسان الا اذا كان منشرح الصدر قانعا بما رزقه الله عز وجل. لماذا يقطب الناس يعني جبينهم
ووجوههم كالحة، وإذا مجرد أن تضغط عليه لحظة ينفجر كأنما هو بركان ثائر، لأن مسألة الرضا قد تبخرت من قلبه. لأن مالك بن دينار هو أحد الكبار من أهل العلم، فجاء في المزدلفة وتوسد التراب ونام قليلا وهو في موسم الحج. قالوا يا إمام تنام هكذا وأنت من أنت؟ قال والله هذه الوسادة أحب إلي من وسادة أبي جعفر المنصور. لأنه أنت ومالك الدنيا سواء إذا قنعت. أنا إذا قنعت بما رزقني رب العباد عز وجل، يعني الابتسامة هذه إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك الوجه، لا تظن أن الابتسامة مجرد أن يفتر ثغر الإنسان عن شيء، لا، الابتسامة هذه علامة على ما في القلب، إذن انعكاس للحالة الداخلية لا شك. ويعني ويا حسن إنسان عندما يتوازن ما في قلبه وما على وجهه، يعني لا تكون ابتسامة نفاق، لا تكون ابتسامة يعني مجرد ابتسامة مؤقتة، ولكن قلبه مليء بالرضا فيثمر بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الابتسامة الطيبة التي تفتح القلوب أمامه. يعني كثير منا يرى، يعني معذرة وسامحنا في هذا الاستفسار، كثير من أصحاب الفضيلة علماء الدين وهم يقطبون الجبين وبهم معبوس ويكشرون هكذا، يعني فتقييم حضرتك وتحليل وربما من كثرة الهموم التي يجدونها وهي كثيرة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، لا يعرف هموم الدعوة إلا من يدخل فيها. ولكن رغم ذلك يجب دائما ألا تفارق الابتسامة ثغر العالم والمحدث والداعية، لأن بابتساماته هذه يشرح أمام الناس صورة الإسلام الواضحة. لأن تخيل أنت تذهب إلى طبيب بابنك فيوقع الكشف عليه فيقطب جبينه، بالله عليك ماذا تصنع أنت كأب؟ تنهار، لأن ربما هناك مصيبة. لكن لو تبسم، حتى لو في الولد مشكلة، هكذا العالم يجب أن يتبسم، لأنني عندما أستفتيه فتية وأرى وجهه متهللا أتقبل منه، أقبل منه ما يقول كبداية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر أحدا قط، ما قطب جبينه قط إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، كان ينفر منه العرق الهاشمي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله العظيم، كان الصحابة رضي الله عنهم من علي يجالسه ويأكل معه تمرا، فيأكل علي التمر والرسول يتحدث ويضع النوى امام رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبعد ما انهى علي ما في الطبق من تمر، فقال مداعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لك يا رسول، اكل هذا اكلت؟ يشير ان الرسول اكل كل هذا. قال: واعجب منه من ياكل التمر بنواه. يعني يضحكوا، يعني هكذا الانسان سبحان الله يجب ان يكون بسيطا. عمر رضي الله عنه خرج من بيته يوما، يعني عندما لم يجد في بيته طعام، فقال: اذهب الى اخي ابي بكر اكل عنده. فوجد ابا بكر في الطريق قادما اليه. سبحان الله، يذهب الى عمر يا سبحان الله، اخوه عجيبه سبحان الله. فالى اين ابا بكر؟ قال: كنت قال وانا كذلك. فذهب كلاهما الى بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام، استاذن اذنا فدخلوا. اول ما جلسوا قال الرسول: اتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ فنظر عمر لأبي بكر: كم يوم سبحان الله، إنما أبيت عند ربي فيطعمني رسول صلى الله عليه وسلم. نظر أبو بكر إلى عمر، نظر عمر أن الطلب أصبح واضح المسألة، فاستأذن وقام على باب الرسول، وجد كلاهما أبا ذر. أبا ذر الغفاري. قال عمر: يا أبا ذر، اذهب إلى بيت سعد بن أبي وقاص وقل له إننا نريد طعاما. يا الله، ما هذه الروح يا مولانا؟ يعني ذهب وعاد، ذهب. هؤلاء تلاميذ محمد، لابد أن نركز على هذه النقاط حتى يستفيد منها مجتمعنا الإسلامي في هذه الأيام. يعني الأخوة عندما تتبخر معها الابتسامة، يا الله، ويدخل الحزن والكآبة في القلوب. وعندما تقطن الأخوة الصادقة في الله وبالله تجد الابتسامة على القلوب والانشراح، لأن المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه. فذهب وعاد، قال: ما وجدت سعد بن أبي وقاص. قال: اذهب إلى بيت عبد الرحمن بن عوف. فذهب وعاد، قال: ما وجدت عبد الرحمن. قال: اذهب إلى بيت عثمان بن عفان. فذهب وعاد، قال: ما وجدت عثمان. فاستحي أبو ذر أن يطلب من أهل البيت يعني. فقال عمر: اجلس أبا ذر، لو ذهبت إلى البحر لجف. يعني وهذا عمر الذي يعني سبحان الله. فإذا مسألة الابتسامة هذه كانت موجودة في أجدادنا وأبائنا الأولين، لماذا؟ لأن الرضا كان في قلوب. لكن إذا جاء وقت الجد رأيت نفوسا أخرى،
يعني ساعة الندى الندى وان ساعة يعني الابتسامة يجب ان تكون ساعة وساعة ساعة وساعة هكذا. لكن نحن للأسف الشديد يعني يبدو الساعة كلها ساعة واحدة للأسف الشديد. إن لم تكن الآن صورة عندما أرى وجوه الناس كما قال إلي أبو ماضي أقبل العيد ولكن ليس في الناس المسرة لا ترى إلا وجوها كارحات مكفهرة سبحان الله وخدودا باهتات قد علاها الهم صفرة يا ستار يا رب لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يعني سبحان الله العظيم إنك لا تأخذ على التقطيب أجرة تأخذ أجرة على الأخير تبسم تبسم يعني سبحان الله لا 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 حتى القرآن الكريم يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في معرض مقابلته لعبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى يعني وكان الله يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم وكان كلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو ورثته من الفقراء وأهل الصفة يقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي كان يقوم لهم ويرحب بهم فكان هذا عتاب لأن ما عهد على رسول الله أن يعبس في وجه أحد نعم سبحان الله طيب. نعم. فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي متى يتبسم الإنسان؟ يتبسم الإنسان عندما يصنع طاعة مخلصا فيها قلبه لله رب العالمين هذا أول لحظة من لحظات التبسم أن يفعل طاعة أن تسد في وجهه باب معصية يا سلام هذا من اسعد اللحظات يعني لا يغضب مثلا لا هو الواقع انه يغضب للاسف الشديد يقول ذهبت لكذا فلم يعني اصل الى كذا ومن علامات رضا الله على العبد من علامات الرضا ان تسد في وجهه باب المعصيه حتى وان سار اليها وتفتح له ابواب الطاعات حتى واذا لم يسر نحوها فيجب ان يتبسم يعني هنا نكتة لطيفة يجب أن نقف عليها إذا حدث هذا للعبد يعلم أنه في معية الله سبحانه بلا شك وأن الله راض عنه أن الله أغلق في وجهه باب المعصية وهو ذهب إليها وفتح له باب الطاعة وما كان هذا دليل على لأن لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله قد جعلك لها أهلا مرة ثانية لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك يعني خرجت ظهرت عليها أنت أظهرتها يعني صليت صمت تصدقت فكيت كرب مكروب إلى آخره لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله قد جعلك لها أهلا هناك أناس ليسوا أهلا للطاعة وقال العلماء إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك صح وعندما يقيمك في طاعة فلتفرح وهنا تكون الابتسامة فده أول يعني منحة من منح الابتسامة هذا أمر إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن هكذا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن سبحان الله جمعت مرة 120 موقفا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلتك استقراء في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام 60 موقف من مواقف سر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام و60 موقفا آخر حزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين مطلقا تماما لم يفرح لدنيا قط ولم يحزن على دنيا قط بل حتى معذرة في حدث الإفك لم يحزن لا هو دخله الأمر لكن لما فرح بنصر الله الفرج بعد الشدة يعني القرآن يتلى إلى يوم القيامة أما يفرح بهذا قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يعني هو يحزن لدين يحزن ايضا على هؤلاء الذين خاضوا في عرض ما انت تحزن ايضا لمن يخوض فيك لماذا قال خيل لاحد العلماء ادع على فلان لانه ظلمك قال اما في قلبك رحمة اتريد ان اجمع عليه ظلمه ودعائي عليه يا الله فضل يا الرحمة الله. التي كانت في قلوب الصالحين كان أتريد أن أجمع عليه أتريد أن تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه أما في قلبك من رحمة يعني إذن يعني اترك لظلمي يا أخي كفى بهذا فأنت تأسى لهؤلاء أنت تحزن لهم طيب عودة الموقف الرسول عليه الصلاة والسلام 60 موقف نعم. فرح فيهم والنصف الآخر حزن فيه وجدته أنه كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين أضرب مثال تفضل كان أسامة بن زيد نحن يعني نريد 60 مثالا الله أكبر هذه مقابل الابتسامة الله يرضى عنك تفضل أضحك الله وسلمك أولا كان المنافقون في المدينة يخوضون ويلمزون ويهمزون في نسب أسامة بن زيد الحب بن الحب أسامة بن زيد بن حارثة نعم زيد كان أبيض
وأسامة ابنه زيد كان زيد كان أسود وأسامة كان أبيض أبيض البشرة، فكانوا يلمزون في نسبه زيد الذي ذكر بالأحزاب. فلما قضى زيد منها وطرا يقال الحب ابن الحب. إذا هذا أسامة لم يكن ابن زيد من لا كان ابنه، ولكن لون أسامة غير لون أبيه. لون أسامة تقصد أمه؟ نعم نعم، يعني يعني لون لون بشرة أسامة غير لون بشرة أبيه. فكان المنافقون يعني لا أقصد أن أم أسامة ليست التي مذكورة بالقرآن الكريم. لا لا تمام. فلما قضى زيد منها وطلست من هذه زينب بنت جحش ليست التي تزوجها زيد. طبعا بلا شك يعني أسامة من كان أخذ نعم أسامة من أم أخرى، ما أنجب زيد من مطلق. نعم. فلما كانوا يلمزوا هكذا يلمزون يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدرك تماما ان اسامه حقيقه الامر. قالت عائشه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما متهللا وجهه كداره القمر. سبحان الله. قلت: خيرا يا رسول الله. قال يا عائشه: اتدرين ماذا صنع اسلمه الاشجعي؟ اسلمه الاشجعي ده كان رجل نسابه يلحق الناس باقوام يعني بالنسب يعني في العرب كانوا علم انساب العرب بالضبط كده. فقالت: ماذا صنع؟ قال: دخل عندي فوجد زيد واسامه وقد ناما وقد غطى كل الاثنان وقد تغطى وجه كل منهما يعني ولا يظهر منهما الا اطراف اقدامهما. لا يعني لا يعرفهما الرجل لا ولا بيرى الوجه. فنظر وقال نظرا الى اقدام: أقدام هذا من أقدام ذاك. سبحان الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أنت أخرجت من الطب الشرعي شهادة الحمد الدين علم الجينات علم الجينات وحمد الدين أن هذا سبحان الله العظيم أن هذا من سبحان الله العظيم. فكان هذا هو الذي يفرح، هذا الذي يفرح، أمر يخص الدين وطعنا في النسب أمر يخص الدين سبحان الله العظيم. ويعني سبحان الله وتتابع الصحابة في هذا، كانوا إذا استقرأت حياتهم تجد أنه كان لا يفرح لدنيا انما يفرح لدين، يفرح اذا يعني سبحان الله. كان انظر اذا ونحن في مناسبه طيبه، كان عند المسلمين عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم. ولكن كان كل العام اعياد. لماذا؟ لان كل يوم تدخل ارض جديده تضم الى ارض الاسلام، ويدخل الناس الى دين الله افواج او في دين الله افواج. هذه اعياد، هذه أعياد. قالوا: متى العيد؟ قال: عندكم ام عندنا؟ فتعجب الرجل، قال: وما عندكم وما عندنا؟ قال: عندكم عندما يظهر الهلال، يعني هلال الشهر شوال مثلا او التاسع من العاشر من ذي الحجه نقول مثلا. قال: اما عندكم؟ قال: يوم العيد يوم لا نعصي فيه رب العبيد. يا الله، هذا العيد الحقيقي. الله، انظر الى نظرة الناس. حتى قال حكيمنا العربي: من قضاء رمضان يا سليمان عيد، ولكن يوم ان القاك يا سليمان عيد. انظر الى لقاء الاخ باخيه، هذا يوم عيد. هذه سبحان الله العظيم من باب ايضا التبسم، ان ادخل عليك الفرح. ولذلك ادخال السرور وبدايتها الابتسامه. كيف ادخل السرور عليك وانا غير مبتسم؟ صح، سؤال وجيه. يعني سبحان الله العظيم، يعني فاقد الشيء لا يعطي. يعني 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 الانسان كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. كلمه طيبه هل تاتي الا من فم المبتسم؟ كان الانسان سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان نحن لنا في رسول الله الأسوة الحسنة. انظر في 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 سير الصالحين من بعد. أبو يوسف، أبو يوسف هذا التلميذ الكبير لأبي حنيفة. نعم. أبو حنيفة كان يقال الصاحبان، يقول الصاحبان، يقول كان أحدهما أبو يوسف. أبو يوسف كان فقيه عالم، جاء في يوم عيد الأضحى وكان وزع كل الأموال من قبل على الفقراء، فلم يجد في بيته خروفا يذبحه في العيد، ما عنده أضحية. سبحان الله. فقال لزوجتي: أنا أذهب للصلاة بالناس، وأنا لست أفضل من بلال عندما ضحى في العيد بالديك وضحكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمؤذن يضحي بمؤذن؟ فقال: عندنا ديك. أبو يوسف، هذا موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نسلط عليه الضوء. صح. قال بلال: يا رسول الله، ما وجدت ما أضحي به إلا ديكا. فقال: أمؤذن يضحي بمؤذن؟ كيف هذا يؤذن يا رسول؟ هذه نكتة لطيفة يا ودانا مع النكات في هذه الحلقة، يعني إن شاء الله شوت بعيد يعني. لا لا لا، ولكن بعد أن تكمل تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف. فقال: أنا أذهب إلى الصلاة وخطبة العيد وأعود، فاذبحي لنا الديك، أي شيء يعني في 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 اللحم في البيت يعني. أتت زوجة أبي يوسف تمسك بالديك، فقفز على جدار الجيران
فما القضية يعني؟ هذا يوم ليس يوم الديوك يعني، ما القضية؟ ما الذي يجعل الديك يهرب؟ ستذبح في هذا اليوم. بلغ الجيران أن أبا يوسف ليس عنده اليوم خروف أو أضحية يضحي به. قالوا عجبا، عالم المسلمين وإمامهم وفقيه العراق يعني يترك بيته دون خروف؟ فأرسلوا إليه خروفا هديه، وأرادوا إمساك الديك لإعادته لبيت أبي يوسف. قفز الديك عند الجيران الآخرين، ظل يقفز من بيت إلى بيت. عاد أبو يوسف بعد الصلاة وجد في بيته 13 خروفا. سبحان الله. قال ما هذا؟ قالت زوجته كلما قفز الديك عندك بلغوا بالقضية أرسلوا خروفا. قال عجبا، إسماعيل ابن إبراهيم يفدى بكبش واحد، وديك أبو يوسف يفدى 13. هكذا كان يعني التبسم في حياتنا رضي الله عنه. يا ريتنا نعيد التبسم مرة أخرى. بارك الله فيك. الله. نقطة جوهرية في هذه الأيام نهي بين طيات النكات التي لا تكف ولا تنقطع عن أذاننا. ما نظرة الإسلام لهذه النكات يا فضيلة الشيخ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، يعني حتى في المزاح، حتى في المزاح، لأنه كان حياته صلى الله عليه وسلم متوازنة، حياة توازنية. لكن يقول لك، يقول في النكتة، يقول كذا، من الذي يقول؟ من الذي يقول كذا؟ وربما يذكر في هذه النكتة تعريض بشعب، كما ينتقل مثلا الشعب الفلاني بخيل، الشعب الفلاني جبان، الشعب يعني هذا ليس من يعني، لابد أن نتأدب في النكتة، ليس كل ما يسمع يقال. ليس يعني أبو حي النميري هذا كان رجلا جبانا مشهور في التاريخ. رجل كان جبان وكان عنده سيف من خشب يسمى لعاب المنية. مسميات لعاب المنية، لعاب المنية، لعاب الموت، لعاب الموت. سيف من خشب. وكان يحمل سيفه هذا إذا قاتلت قبيلته ويكون آخر الجيش. فإذا رأى أن الجيش قد انتصر يزحف معه، إذا رأى الهزيمة من نصيب قبيلته كان أول عائدين إلى بيته. المهم في يوم من الأيام أيقظته زوجته على جلبة في البيت. يا أبا حية، هناك لص ببيتنا، في جلبة، في صوت في البيت. فقال اسكت يا امرأة، هو جبان. قالت يا رجل، يبدو أن اللص دخل بيتي فيه صوت. المهم سحب، اخذ سيفه هذا المدعى عليه وقال لعاب المنية هذا، وخرج، خرج الدار، خرج الباب. قال ان كنت حربا فنحن اهل لها، وان كنت للسلم اهلا فنحن نبسط ايدينا بالسلم. رفع صوته كي يستيقظ الجيران وسط الليل. استيقظ الجيران واجتمعوا فاطمأن بالا. فبعد هنيهة يخرج كلب من داخل بيته، إذا كان المنسح داخل بيته كان. قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. وهكذا كثير من الشجعان يعني في زمننا. فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، هل هنالك علاقة بين التبسم وبين قلة أو كثرة الذنوب؟ طبعا الإنسان البعيد عن الله المحجوب، يعني قال رب فليضحكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا الضحك ليس بنية التبسم، لا، هذا الإنسان الذي يعيش في حياته سادرا في غية، إنسان يعني سائر في طريق الشيطان. كلما كثر ذنوبه كلما رأيته يقهقه على يعني في الصغير والكبير. لكن المسلم مع حمله للهموم إذا لقي أخاه يجب أن يلقاه بوجه طرق مبتسم. وعندما يعني سبحان الله العظيم تكثر الذنوب عنده يجب أن يراجع نفسه ويقل من الضحك. لماذا؟ لأن الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن 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 يرعاوي تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني كثير الذنوب يجب أن يراجع حساباته، أن كثير الذنوب يعمل يعني سبحان بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعمل حجاب. وذلك تجد في هذه الأيام أن أسعد الناس بالدنيا كما قلنا في حلقة سابقة لكع ابن لكع، حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة ما يرى من فتن. هكذا قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. فالإنسان كثير الذنوب يجب أن يتوقف. أما الإنسان الذي يفرح حقيقة يفرح بالطاعة، يفرح أنه داخل على طريق الله، يفرح أنه يؤدي الصلاة في أوقات، يفرح أنه نام وليس لأحد عنده مظلمة. الحسن البصري لما وجدوه هادئ النفس قال يا بصري، وهذا الرضا
دليل على يعني لهذا التبسم دليل على ما في القلب. قالوا يا حسن يا بصري ما لك هذه؟ طبعا نحن في حاجة وفي كمد. قال أمور أربعة. شو انظر إلى هذا الرجل العام. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وربي مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وأن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. سبحان الله. ولذلك سبحان الله يقال أن أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب بن الحب من كثرة حب الصحابة له كانت تنبري في كل مدة قليلة عتبة داره من كثرة الزوار. سبحان الله. لأنه بشوش الوجه، بشوش الوجه. سبحان الله العظيم. زاهر هذا كان صحابيا يعيش في البادية، وكان لا يحب المعيشة في المدن. كان يأتي من البادية يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم النكات والأشياء التي تحدث في البادية، وكان رسول يدعبه ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. نعم سبحان الله. فمرة جاء زاهر ليزور النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسير خلفه وهو لا يدري، فوضع الرسول يديه على عين زاهر هكذا كما نصنع كما نصنعنا كان يداب صلى الله عليه وسلم. فتلمح أو تلمس زاهر يدي رسول الله، وكان الصحابي يقول ما وجدنا يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا وضع يده على رأس طفل ظلت رائحته الزكية على رأس هذا الطفل من الجمعة إلى الجمعة حتى لو اغتسل عدة مرات. وكان إذا سار في الطريق وغادره قال الصحابة كان الرسول يسير من هنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلما أمسك يقول من يشتري هذا العبد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. زاهر هذا حر ابن حر، لكن الرسول عبد عبد لله. من يشتري هذا العبد؟ فلما علم بالصوت وبالملامسة قال إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله. قال لكنك عند الله غال يا زاهر. يا الله. معذرة نتوقف هنا مشاهدينا الكرام ونواصل بعد هذا الفاصل مع البسمة والابتسامة، ابقوا معنا. به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. قبل الفاصل بسمة وبعد الفاصل بسمة، وحلقتنا في هذا دينون عن البسمة، ومعنا الشيخ المبتسم عمر عبد الكافي. يعني أنا يعني هنالك سؤال يراودني من بداية هذه الحلقة خاص بفضلتك، ولكن نكمل بعضا من مواقف المصطفى عليه الصلاة والسلام في الابتسام، وكيف كان يبتسم ويداعب أصحابه، وكيف نتعلم منه كيفية الابتسامة ومتى يفرح المسلم. يعني كان تبسم راقي، كان تبسم راقي. يقول يا رسول الله على ما تحملني عليه الصلاة والسلام، واحد من الصحابة يعني على ما تحملني وأنا ذاهب معك في الغزو وما معي من شيء يحملني، يعني لا ناقة ولا دم. قال نحمدك على ولد الناقة. فقال الصحابي يا رسول الله يعني ولد الناقة لا يتحمل، يعني ولد الناقة الصغير هذا الفصيل هذا. قال وهل من جمل إلا وهو ولد ناقة؟ يعني سبحان الله سبحان الله. إن زوجي يا رسول الله تشكو زوجة إليه زوجة، إن زوجي يا رسول الله يقول الذي في عينيه بياض، الذي في عينيه بياض فيها تورية، لأن الذي عينيه بياض صورة من صور لمن كفها بصره فبيضت عينه من الحزن. فهو كذب. قالت يا رسول الله إنما. قال أمن إنسان إلا في عينيه بياض؟ نحن عندنا بياض. وهكذا كان أدبه حتى قالت ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، رفيقة لك في الجنة يا رسول الله. قال يا أمة الله لا يدخل الجنة عجائز، والمرأة كبيرة السن. دخلت المرأة قالت أما قرأت قول الله عز وجل عربا أترابا، سن 33 عام. سبحان الله. هكذا كان تبسم، تبسم راقي، تبسم يعني سبحان الله يشيع البسمة في من حوله عليه الصلاة والسلام. حتى كان بين زوجاته، وله مواقف كثيرة بين الزوجات في أكل تحبه هذه ولا تحبه هذه، وكلالة بتخيها، وكان يتحمل والله. ولذلك معنى خيركم خيركم لأهله، أن فيه ناس إذا دخل الإنسان. عمر له قصة لما جاء رجل يريد من عمر أن يوليه ولاية، فعمر أراد رضي الله أن يعمل له امتحان، فقال له مر علي غدا، وقال لخادمه إذا جاء هذا أدخله. فدخل الرجل فوجئ بمنظر عمر على أربع، وأولاد عمر على ظهره على هذه الجمل، وأولاد عمر على ظهره يطوي يلعب، وعمر هذا الذي هز عرش كسرى وأضاع عرش قيصر. سبحان الله العظيم، يعني أخاف العالم كله منه سبحان الله. يعني هو ليس عمر، هو عمر رضي الله عنه بهذا التفخيم.
فوقف الرجل مشدوها. قال عمر ماذا تصنع أنت؟ قال يا أمير المؤمنين أنا إن دخلت إلى بيتي فر الواقف واستيقظ النائم سلم ووقف الجالس. قال إذا لم تكن رحيما بأبنائك كيف تكون رحيم بأبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا في ولاياتك، أنت لا تصلح أن تكون والي. يا الله يكون رحيم رقيق القلب، رحيم رقيق القلب. فالإنسان بهذه الرقة يصل، بهذه الرقة يصل سبحان الله. لا. يعني في 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 كتب في كتب تراثنا رجل فقيه استأجر بيتا، فالبيت كل وعلى قارعة الطريق كلما سارت دابة البيت يهتز. ذهب لصاحب البيت قال له يبدو البيت قديم وأنا أخاف أن يعني في إيه يعني أخاف. لا هذا بيت فيه كل صالح يسكن فيه، إنما هو يسبح. يعني صاحب البيت يريد أن يبقي الرجل لأنه يبدو لا أحد يستأجر. قال الفقيه أنا أخشى أن تأخذه الخشية فيسد لو سجد تكون مصيبة. الله المستعان. بارك الله فيكم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الداعي الإسلامي المعروف، هل تتبسم في حياتك الشخصية؟ أنا لا أستطيع أن أحيا من غير تبسم سواء في بيتي أو خارج بيتي. لا يعني حتى أستخرج الابتسامة ممن أمامي إن لم أجدها. ولهذا نراك دائما متبسما. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله. أن أصبح وأمسي مؤمنا هذا يستدعي أن 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 أكون راضيا بما قسم الله. أن تصبح مؤمنا وتمسي مؤمنا هذا من أكبر النعم. الله عز وجل أنعم على كل العالم بنعمتين، وأنعم على المؤمن بالنعمة الثالثة. يعني الإنسانية 6 مليار يستوفي النعمتين الأولين، لكن النعمة الثالثة ليست إلى المؤمن. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد هذه يشترك فيها كل البشر، نعمة الإيجاد من عدم ونعمة الإمداد الحياة والهواء والنوم، لكن نعمة الهدى والرشاد لا تكون إلا لمؤمن. فنحمد الله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فنحن نفرح بفضل الله سبحانه. ولذلك نحن يجب أن ندخل البسمة. أفضل ما يجعلني أتبسم أن يكون رجل ضيق الصدر داخل عندي البيت في شكوى ويخرج متبسما. هذا أفضل ما أحصل عليه في اليوم. يدخل زوجان يعني يوم خلاف يعني. ويخرج سبحان الله يده في يدها والحمد لله الحال يعني ما شاء الله لا قوة له. هذه دعوة لكل سادة المشاهدين أن يأتوا إليك بزوجاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. كلهم يزوروننا وأنا أفرح أنا بزيارتهم بفضل الله. طب يعني هل تذكر لنا فضيلة الشيخ بعضا من مواقف الدعوة الإسلامية وحياتك كلها دعوة شخصيا؟ نعم نعم نعم. يعني حدث موقف تبسمت فيه أو كان أحد الحضور سببا للتبسم؟ هذا كثير يعني هذا كثير يعني نحكي لنا 200 موقف. بارك الله فيك. أذكر مرة أنني في درس من الدروس في الحديث لتحذونا حذو أهل الكتاب حذو كالنعل بالنعل حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه، أخرجه الترمذي. هكذا نقول الجميع لأن الترمذي الذي أخرج هذا الحديث مشهور فهذا أخرجه الترمذي. فرجل يجلس في أول صف والشجاع والله هذا الترمذي شجاع. قلت ليش خير شجاع ليه؟ قال اخرج الضب. سبحان الله ما اخرج الحديث، انا لم يخرج الحديث انما اخرج الضب. هذه امور كثيره من هذا القبيل يعني سبحان الله. اذكر انني اخرج الضب هذا يبدو انه يكون فقير في المستقبل يعني من امثال هؤلاء يعني ما شاء الله. أخرج الضب أبدا يعني. كيف أخرج الضب ده ما يعني الرسول يضرب به المثل لأنه يعني من الصعوبة بمكان يعني والله شجاع. لا هناك أمور عجيبة يعني سبحان الله. يعني أذكر أن رجل يقول لي في المسجد يا سيدنا الشيخ أنت تقول الإيثار ذكرت لنا في المسجد أن الإنسان لو دخل وجد الصف مكتمل يسحب أحد المصلين ليصلي بجواره. لا طيب وبعدين؟ قال أنا شعرت أن رجلا جاء ليصلي منفردا خلف الصف فقلت رجل لم يسحب أحدا فتراجعت ليصلي بجواره تقدم هو فأخذ مكانه. متخيل أنت هذا المنظر يعني سبحان الله العظيم. هذه أمور كثيرة يعني لكن في الفضائيات تحدث أمور أغرب من هذا. يعني نحن نستمع في قصة عجيبة. كنا على الهواء مرة والأخ المذيع الذي يقدمني ما شاء الله يعني له من العلم نصيب يعني كما لكم في الأدب والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فسألني سائل على الهواء سؤال يخص طائفة معينة أو جماعة معينة من جماعات العامل على الساحة الإسلامية دون ذلك.
هذا الأخ المذيع ضد هذه الجماعة أصلا. فاستشاط غضبا وقام بالرد وبتسفيه الجماعة وبأتباعها وأتباعها. كان له والرجل يهدئ من روعه المستمع المستمع يهدئ من روعه المذيع يا أستاذ يا أستاذ. والأستاذ انطلق وأنا أسقط في يدي أنظر إلى المخرج يعني أعمل شيء يعني ما في داعي لهذا الصراع ويعني وحد الأخ على يا أخي كفكف من حداد ما في فايدة. المهم بعد سؤال خلاص وانتهى السؤال على هذا فلم ألحق أنا أخي تاني رحمة اتصل فقال يا شيخ عمر أنا أعرفك منذ أكثر من 30 سنة أنت لا تقول إلا الحق أنت مقدمة طويلة ما شاء الله ممتاز. بعد مقدمة هذه اسمع هذا مبتدأ فأين الخبر أين الخبر يا سيدنا الشيخ أنا لا أعرفك إلا قول الحق إيه رأيك في المذيع اللي جنبك؟ هذا الحقيقة سؤال يعني بصراحة سؤال محرج سؤال مش سهل يعني. فالمذيع قلت والله أخي الكريم حدث موقف مع أحد علمائنا وده حصل فعلا كان مستضاف في أيضا في برنامج هكذا فالمذيع الذي معه مع مرور السنوات فقه طريقة الشيخ في الإجابة وأصبح يفتي؟ لا هو فجأة نسي نفسه أنه الشيخ جنبه فالسؤال من على الهواء فالمذيع أجاب السؤال الثاني الشيخ راح وقف عزك الله عباءته راح على كتفه وغادر الاستوديو يا سيدنا الشيخ أنت سيدنا الشيخ. المهم يعني استجب أنت المسؤولين عن التلفزيون وكذا والإعلاميين راحوا استردوا الشيخ وجابوه في الحلقة اللي بعدها. أول سؤال يأتي له مثل سؤالك يا أخي إيش رأيك يا مولانا في المذيع اللي جنبك؟ قال والله المذيع اللي جنبي ده الحقيقة يفكرني بزوجتي. قالوا كيف يعني؟ قال أنا أحيانا أقف أصلي سنة في البيت واجد زوجتي ترد على التليفون هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا لا يجوز وعدينا المشكلة خلاص بالابتسامة بالابتسامة أيضا لابد أن نبتسم. لا سبحان الله الله يرضى عنكم يا رب. نعم بالقطع هنالك في طريق الدعوة بعض الحضور والمستمعين ممن يضادونكم في الفكر ومنهم أيضا ربما يكون مدسوسون وربما يكون من المستشرقين وربما يكون له فكر وأهواء وانطلاقات أخرى تضد الفكر العقيدي اللي حضرتك بتسير عليه فربما يكون يحزنك هذا في سؤاله أو في كيفية الطرح أو في كيفية المناوشة مع فضلتك. بالقطع كإنسان عادي سوف تحزن أو سوف تألم فكيف تعالج هذا الموقف؟ لا الدعية إلى الله عز وجل وهو مركب تركيبتين هو بشر من البشر العاديين ولكن يحمل رسالة معينة وأي هفوة منه هو صغيرته كبيرة عند الناس فسنات الأبرار يعني هذا أمر فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى تعودنا امتصاص غضب الغاضب أولا سبحان الله لا بد أن أمتص غضبه إن لم أجعله معي أحيده فبالتالي لأننا يعني في ذهنه أنا أمثل الدين ويجب أن من يمثلون الدين يجب أن يكونوا من النخبة ويجب أن يعني ينزلوا الناس منازلهم يعني رجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحان الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحان الله, فإذا هذا يعني 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 يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه ويعطيه من المال حتى يرضى ويرضى الرجل وسبحان الله العظيم ينتهي الأمر بهذا فحقيقة الأمر يجب أن نتحمل الناس ويعني ننزل أنه صاحب مشكلة صاحب هم ألهمكم الله الصبر الله يرضى الحمد لله رب العالمين. معنا الأستاذ محمد من جنوب أفريقيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كل عام وحضراتكم بخير. أنت بخير أستاذ محمد خالد لي طلب ورجاء من إدارة قناة الشرقة ومن دكتور عمر لو تكرمت وسؤال او طلب في موضوع الحلقه تفضل هو ان يضع تبسم على وجه ابناء وعائلات المسلمين في الدول الافريقيه والدول الاوروبيه بالسماح بترجمه الحلقه الى اللغه الانجليزيه في الاعاده يوم الاحد والاثنين ترجمه هل هذا ممكن؟ والله يعني سوف نرفع هذا الأمر أستاذ محمد إلى إدارة التلفزيون وإن شاء الله يبقى أمر الله تبارك وتعالى يفعل الله سبحانه وتعالى ما يريد وهذا حقهم علينا ترجم هذا حقهم علينا أستاذ محمد من أي المناطق في جنوب أفريقيا تتحدث؟ من العاصمة جوهانسبرغ
واحب اضيف شيء لو تكرمت يا فندم. ان عدد المسلمين في جوهانسبرغ اكثر من 2 مليون نسمه، منهم حوالي 700 الف يبدون اللغه العربيه ويشاهدون قناه الشرق، ليس برنامج دكتور عمر فقط، دكتور عمر من البرامج المميزه ومن البرامج اللي عملنا لها ترجمه كل يوم اربع على ميل شوت بنبعثها لكل اصدقائنا للجمعيات حوالينا في زيمبابوي، في ناميبيا، في ملاوي، في طبعا في جنوب افريقيا، والريسبوند عليها عالي كتير يعني. درجه لو دكتور عمر يقدر يسمح لنا بالترجمه او اداره قناه الشرق ممكن تذيع حلقات وترجمه، يكون الخير وصل فعلا، ورساله القناه ورساله الدكتور عمر وصلت اكبر عدد ممكن بيحبوا يشوفوه وينتظرونا نترجم لهم. نعم يعني هذا المطلب سوف نرفعه لاداره التلفاز، ويعني واتاكد استاذ محمد ان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه وعضو المجلس الاعلى للاتحاد لا يالو جهدا مطلقا في نشر الثقافه والمثقفين والتواصل ايا كان نوعيه هذا التواصل. هكون يجب ان اشكر الاستاذ محمد والاخوه الذين يقومون معه على هذه الترجمه، وجزاكم الله خيرا، انتم تعطوننا ما يستدعي الابتسامه. لا انهم يعني يكملوا ما نبدا به. نعم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. استاذ محمد ما سمعنا سؤالك، يعني ارجوك حاول تتصل بنا مره ثانيه حتى نستمع الى سؤالك. الاخ الياس من فلسطين، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. تفضل. الاخ الدكتور عمر عبد الكافي وحضرتك. نعم. والله العظيم اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيه. ان شاء الله اعاد علينا وعليكم هذا العيد بالخير والنصر والبركه. ان شاء الله، وعلى اهل فلسطين جميعا ان شاء الله باذن الله. الله يخليك اخي الكريم. الي سؤال عن الصبر وحسن التعامل مع البلاء. أول شيء أقول هذا سبحان يعني من منة الله علي أن الله سبحانه وتعالى لم يرزقني الأولاد ولا البنات. كنت في المعتقلات الإسرائيلية فترة 7 سنوات، نتيجة لذلك يعني لم أستطع الإنجاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان له بنت أو بنتين فأدبها فأحسن تأديبها كانت له سترة من النار يوم القيامة. فسؤالي اخي الكريم، هذا اللي بيكون عنده بنات، اللي مثلا انسان زي ما عنده بنات او ما عنده اولاد، كيف بيكون ثواب عند الله عز وجل؟ وشكرا. طيب. لحضرتكم. بارك الله فيك، اعزكم الله. مع انه خارج موضوع يعني بارك الله فيك. انا اولا الله عز وجل نساله ان يرزقها من الذكور والاناث ان شاء الله حتى يضج بهم البيت ان شاء الله، وان لم يكن هناك من قدر الله عز وجل في سابق علمه، فبعملك الصالح وانتم على ثغر كبير من ثغور الاسلام ان شاء الله رب العالمين يكون هذا حرز لكم من النار باذن الله رب العالمين يا رب. نعم والله استراح يعني البنات زيجه وتربيه وانفاق ومصاريف. والله يا ربنا يبارك فيهم، لكن من البنات يعني زهرات في البيوت، ويعني رجل يضع يده على مكمن الداء. ربنا يبارك في البنات وفي البنين ان شاء الله. والبنين ليسوا من زهرات البيوت يا مولانا؟ نعم البنين. لا والله البنين عزوه، وربنا يبارك. اذا كان البنين والبنات من الصالحين والصالحات فهم خير، اما ان يكونوا من 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 اصحاب ابن نوح هذه مصيبه، فلا حاجه لنا فيهم جميعا. ربنا يستر يا رب. نعم. بارك الله فيك. اتصال هاتفي استاذ دكتور عبد العزيز حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور عبد العزيز، من فضلك ارفع صوتك يا اخي بعض الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قبل ما أبدأ بقول للدكتور عمر فضيلة الإمام، رأي حضرتك إيه في الأستاذ محمد خالد المذيع اللي جنبي؟ لابد أني أخطأ. يعني هذا امتحان أم سؤال يا دكتور عبد العزيز؟ لا هو تعقيبا على كلام سعادتك. في المذيع اللي قبل كده، كل سنة وسعادتك طيب. بارك الله فيك. يبدو انها دعابه والابتسامه دكتور عبد العزيز. وانا برضه هقول لك رايي ان شاء الله برضه. ان شاء الله. وهي يعني من حسن الطالع دكتور عبد العزيز، من حسن الطالع ان الشيخ ليست لديه عباءه.
خربة ماذا يخفف من وطأة الموقف بعض الشيء. حي حركة محمد. الله يبارك فيك. فضيلة الإمام وجمهور المشاهدين تحية الإسلام وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله. أعاد الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. جميل. يعني أنا بهنى حضرتك يا أستاذ محمد في اختيار في هذا البرنامج في حاجتين جزئيتين تحديدا. نعم. الأول هو ضيف البرنامج المتجدد المتألق المبتسم دائما اللي بيجمع بين الأصالة والحداثة في العلم بارك الله فيه. ويعني ما ليس في وسع إلا أنا أدعو له بدعائه الشهير فأقول له أعزك الله يا مولانا. والله يعزك يا مولانا تحديدا. أعزك الله بالإسلام وأعز بك الإسلام. الأمر الثاني نجاح حضرتك في اختيار اسم البرنامج عجبني قوي. أنا بتاع تسويق وإعلان فأفهم كويس قوي في اختيار أسماء البرامج أو دي شغلتي. يعني هذا ديننا بحس فيه اسم قوة وشموخ وما شاء الله. دي دين هاتوا برهاناكم الدين بتاعنا يعني في قوة كده خاصة احنا في هذه الأيام بعد الحملة الشرسة و11 سبتمبر والحملة المهولة لإخواننا العلمانيين ما شاء الله بيقوموا بيها مشكورين. يعني احنا في أمس الحاجة البرنامج زي ده وببساطة وبفكر وبعمق وبتجديد وابتسامة وبخفة وبفكة. ومن هذا المنطلق بوجه ندائي لسمو الشيخ الدكتور سلطان القسمي عضو المجلس أعلى الاتحاد حاكم الشرقة رجل المثقف الواعي متدين ان هو يصدر تعليماته بترجمة هذا البرنامج الى اللغة الانجليزية خاصة ومبلغ علم ان هو رجل يعني يهتم جدا بنشر الفكر الاسلامي في الغرب خاصة في معرض فرانكفورت الاخير طالب بصريح العبارة في الميديا العالمية بترجمة امهات الكتب العربية للغات الاجنبية. نعم. فان شاء الله يستجيب لهذا النداء ان شاء الله. في خصوص موضوع الحلقة انا ليا تداخل بسيط. تفضل. الابتسامة يعني في سلسلة مقالاتي في الأهرام الدولي نشرت رسالة تحت عنوان فن البيع في لندن على الطريقة الإسلامية. وقتا كنت في لندن مكثت 5 سنين عملت دراسة جبت المبادئ الآيات والأحاديث اللي في القرآن تكلم عن البيع وعن الشراء وقلت والله يا جماعة اهي بعد الدراسة موجودة في لندن هيو بطبقوها ومش موجودة في بلادنا هيو بطبقوها بأمثلة. كان من ضمن المبادئ اللي بيطبقها في لندن الابتسامة. الابتسامة لا تفارق وجه رجل البيع سواء رجل او سيدة صفة دايما. في حين ان احنا في الاسلام يعني تبسمك اساس الابتسامة تبسمك في وجه اخيك صدق. وفي حكمة صينية قديمة بتقول من لا يملك الابتسامة لا يملك مذكر. من اساس زي ما حضرتك قلت استاذنا بتخفض المبيعات 60%. الامر الثاني برضو في سلسلة مقالاتي هنا بقى في جريدة الخليج الأسبوعية أسبوعي بنزل مقال. آخر مقال كان الثلاثة اللي فات ملح تحت عنوان ما الحياة إلا ضغوط. أشرت فيها للدراسات الحديثة أظهرت أنه الأطفال في سن الحضانة بيبتسموا بمعدل 450 مرة كل يوم بينما الطفل بينما الراشد أو البالغ الناضج اللي زينا 15 مرة بس في اليوم. يعني الطفل بيبتسم 30 ضعف الراشد او البالغ. حضرتك عارف بقى الضغوط والهموم والمشاكل والذنوب والاعمال. فليه ما بنتمتعش بروح الطفل وابتسامة الطفل في الحياة. واشكركم على واسف على الاطالة وكل عام وانتم بخير ونورتنا ومنور الدنيا كلها يا فضيلة الامام. بارك الله فيك دكتور. شكرا استاذ دكتور عبد العزيز علي حسن الاستاذ في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا على هذه المداخلة وهذه الافادة. ونواصل بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. صفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير الشيخ المبتسم دكتور عمر عبد الكافي.
مرحبا بحضرتك. مرحبا اهلا. يعني قبل الفاصل كنت نود طرح نقطة ثانية او بمعنى اوضح نركز على نقطة طرحناها في طيات هذا الحوار، وهو بالرغم ما يلم بالأمة وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها كل منا بين ضيق الحياة وضنك المعيشة الاجتماعية والاقتصادية، كيف نستطيع ان نرسم الابتسامة على شفاهنا نابعة من قلوبنا؟ جدي وجدك كان ربما ظروفهم المادية والاقتصادية أتعب منا كثيرا، لم تكن لهم هذه الظروف الميسرة. ما كان الأقدمون من أبائنا وأجداد مجرد أن يسمع درس علم أن يهاجر أو يسافر من بلد إلى بلد لكي يستمع. أنت الآن الملايين تجلس على شاشة التلفاز لترى حدثا يحدث في آخر الكرة الأرضية وهو في شمالها أو جنوبها. فالقضية ليست قضية أن الهموم قد هجمت، وإنما قضية القناعة والرضا والتسليم الأمر لله والتفويض الذي كان موجود في قلوب الصالحين لم يصبح موجود بنفس القدر عند كثير منا. نعم، معذرة نأخذ هذا الاتصال من موريتانيا. نعم. أخي محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود من موريتانيا. أخي محمود، كيف الحال؟ كيف حالكم أنتم؟ الله يبارك فيك بفضل من الله ونعمة. أنا أقول عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أقول للدكتور عمر عبد الكافي إننا نحبه في الله كثيرا. حمدك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير. وعندي استشكال حول موضوع الابتسامة. أنت تعرف عن صلاح الدين عنهم يحكوا عنه. نعم. أنه كان أخشى من أن يبتسم. نعم، رأيت المقدس في عيد الصليبيين. ما زالت فيه. نعم. أبدا في اليهود. نعم. ونحن في أنا في هذا في أكثر من ما كان يعيشه صلاح الدين. نعم. أريد الموضوع. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك أخي محمود من موريتانيا. موضوع شائق وشائك. لا، هو أن تحمل هم الأمة، هذا أمر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. كان صلاح الدين أيوب نعم لا يبتسم ويقول أستحي من الله أن أبتسم وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. هذه همة القائد الذي يقود أمة، يقود يعني له هدف كبير، ولكن يستعين ايضا بالانسان بالابتسامه لكي يخفف من اعباء الحياه والا اثقلته الهموم. نحن يعني ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ عوامل الهدم كثيره، ربما العدو في السابق كان عدوا واحدا ظاهرا، اصبح الان العدو من كل اتجاه، فيجب ان يستعين الانسان على قضاء اموره بالابتسامه. وليس هذا يعني لسنا نعيب على صلاح الدين، صلاح الدين يعني رمز في التاريخ كبير وكلنا يجب ان يختفي اثره، ولكن هذه همة القائد الكبير. نحن نتحدث مع الرعية، نحن نتحدث مع عوام الناس كامثالنا، يعني الناس بارك الله فيك يا مولانا. طب نكمل ما بدأنا، يعني كيف نبتسم في ظل هذه الظروف؟ نعم نعم. الصعبة التي نحياها، يعني كلما اقترب الانسان من الطاعة وبعد عن الذنوب كلما انشرح صدره، لأن انشرح الصدر يعني سيدنا موسى أول ما طلب عندما بلغ أنه أصبح رسولا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، بل لما انشرح صدره كيف يتحمل؟ الله، كيف لطيفة، كيف أنا أتحمل يعني هموم دعوة وهموم بيت وهموم أسرة وإلى آخره إن لم تكن البسمة تحيط بي؟ قضية التبسم هذه قضية هامة. يعني جحا تقول له زوجته يوما أسكت الطفل إلى أن أتي لك بالطعام، عنده رضيع يعني يبكي ابنه. الأم زوجة جحا تحضر تجهز الطعام وتسمع صراخ الصبي، الولد لا يسكت يعني، فتأتي زوجة جحا يمسك كتاب ويقرأ والولد يسكت. تقول يا رجل أقول لك أسكت الولد وأنت تقرأ في الكتاب؟ قال هذا كتاب الفقه الذي أقرأه على ذوي اللحى في المسجد فينامون مني، فكيف لا ينام هذا الولد؟ يعني فاكتشف ان يعني القضيه ليست في المنوم يعني، وانما القضيه في النائمين يعني في المتلقي. انا يجب ان تكون الابتسامه يعني هي معوان على يعني تخفيف هموم الانسان. بارك الله فيك. نعم، فيك ان شاء الله. اتصال هاتفي من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم. السلام
أخت مباراة من السعودية، السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن الزوج الذي يكون أشد الحرص على نزع البسمة من زوجته، يتنازع في ذلك أنها زوجته وأم أولاده على مبدأ أن المرأة لا تعطى وجه كي لا تطمع فيه أو كي لا تقوم بأديته وأدية أطفاله، فماذا تقول لهؤلاء الأزواج؟ طيب بارك الله فيك. اتصال هاتفي من الأخ بشار من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بشار تفضل. أنا كتير مبسوط أني عم بحكي معكم، وبصراحة حاولت كتير قبل المرة أني أحكي معكم بس ما كان الخطوط مشغولة. بارك الله فيك، مرحبا بك. يعني بارك الله، تفضل. أنا بصراحة من أشد المعجبين بالأستاذ عمر ومتابعه، يعني بصراحة بترك أيام شغلي بقعد بتفرج عليه، يعني بارك الله فيك، بتفرج على البرنامج. بارك الله فيك، الله يكرمك. أنا في سؤال بدي حابب أسألك يا أستاذ عمر، هو نحن شغلنا دائما في تعصيب. نعم. شو ممكن تنصحنا نصيحة؟ شغلك دائما في إيه؟ الدنيا هي كلها. أخ بشار معذرة السؤال مرة ثانية. طبيعة الأعمال عادية بس. عفوا، هو نحن الشغل دائما نحن منعصب، طبيعة الشغل أنا طبيعي عصبي يعني. نعم نعم نعم. بقى شو ممكن تنصحنا انه اولا انه شلون نكون هادين او شيء مثلا ممكن نقرا خلينا نهدي حالنا؟ واحد. واثنين، انت ممكن تجي على سوريا، تشرفنا بالزياره. بارك الله فيك. الدعوه لسوريا. ما شاء الله، نعم، بارك الله. ان شاء الله رب العالمين في اي بلد اسلامي، يعني نحن ناتي الى المسلمين حبوا وليس على اقدامنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك اخ بشار، وهو من حق الاخ بشار في هذه الحلقه لان اسمه مناسب للحلقه. بشار، هو مبشر، من حسن الطالع يعني. بس ما نعم يعني من حقي علينا ان نفتح له مجال في هذه الحلقه للكلام يعني. نعم. ويعني وقرر انه عصبي عجيب يعني، مع انه بشار اولا يبدو ضغوط العمل يعني. قبل بشار الاخت ام براء من السعوديه كانت تتكلم عن البسمه من الزوج. عجيب، بعض الازواج للاسف يكثر الضحك والتبسم مع اخواني واصدقائي في العمل، فاذا دخل البيت يعني قطب الجبين، وهذا ليس ديدا المسلم الصالح. المؤمن الصالح هو الذي من باب اولى ان يتبسم في وجه، ليست مشكله في التبسم يعني. اذا طلب الابناء فليعطهم. قال الاحنف المخيس لمعاويه، قال ما تقول في الابناء يا ابا بحر؟ قال هم فلذات اكبادنا، اذا طلبوا منك يا امير المؤمنين اعطهم، وتبسم في وجوههم حتى لا يملوا حياتك ويحبوا وفاتك. الطفل أريد أن لا تعطيه. فسبحان الله، وهذه الزوجة التي لها أبناء تتعب معهم طوال اليوم، ما بين مطالب وما بين متاعب وما بين أمراض وما بين دراسة، ويأتي الزوج ليكمل المسألة بتقطيب جبينه، شيء يعني يقصر العمر يعني سبحان الله العظيم. أنا مرة طرحت سؤال على المصلين في المسجد، قلت لهم هل تتمنى أن تزوج ابنتك لرجل مثلك؟ تخيل أن الإجابة عجيبة. لا. لا. لا 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 قال لا، قالوا لا، لأنه لا يريد. إذا أنت مكتشف الله. يعني أنت مكتشف أخطائك أخي. طب يعني متى نأتي يعني سبحان الله. انظر إلى البنت التي يعني هي فلذة كبدنا، وهذه الزهرة يعني عندما يقطب الزوج في وجهها جبينه وجهها. أنا أدعو الإخوة الفضلاء الأزواج الى يعني مراعاه اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. بارك الله فيك. يعني عوده لسؤال الاخ بشار من سوريا، مساله العصبيه كيف يتغلب عليها؟ بعد هذا التساؤل من السويد اخ بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم، معكم بلال رمضان من السويد. مرحبا اخ بلال وبالسويد، اهلا بك. كل عام وانتم بخير يا جماعة. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله يا اخي. بارك الله فيك اخي بلال. ومن امة محمد والمسلمين اجمعين. امين يا رب. فضيلة الدكتور، انا عندي سؤال لك بالنسبة للبسمة اللي هي اليوم موضوع الحلقة. نعم. البسمة في وجه اخيك المسلم، هل هي صدقة ام حسنة؟
نعم. والسؤال الثاني هو متى سوف تزورنا في السويد؟ ان شاء الله رب العالمين. طيب بارك الله فيك اخ بلال، شكرا لك. الاخ ابو حسين من السعوديه، السلام عليكم. الو، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أود يعني حقيقة أني أسأل سؤال للدكتور عبد الكافي، ونشكره صراحة البرنامج الطيب، ونشكر المذيع الكريم على هذه السلاسة الكريمة. لكن في عندي زميل صراحة في العمل، يعني صراحة أكن له كل تقدير، لكن هو لا يتعامل معنا بالطريقة السلسة، وبالرغم أني أنا باستمرار شديد أتعامل معه بكل سهولة وبكل أدب واحترام، لكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه الدكتور عبد الكافي يفيدنا في أمر اللي يساعدنا في المستقبل للتعامل مع هكذا أشخاص، بالرغم إني أنا باستمرار أسلم عليه وأتمنى له كل توفيق حتى في عيد الفطر السابق هنأت بهذا العيد، لكن لا أعلم ما يمكنه لي في هذا الاتجاه. وأشكر الدكتور عبد الكافي حقيقة على التعاون المستمر. بارك الله فيك أخ أبو حسين. أخت منى من بريطانيا، ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبين. ونتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. شكرا. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور عمر على حاجه. انا امه لوحدي بربي ابني لوحدي، هو عنده 8 سنين، فمش عارفه يعني انا عارفه ان اللي ربي بنت بيدخل الجنه، طب واللي ربي ولد؟ نعم مثل. لا اللي رب البنت يدخل الجنة، واللي رب الولد ايضا يدخل الجنة ان شاء الله باذن الله اذا احسن التربيه. دي حاجة. وحاجة تانية، انا عندي دايما عندي دايما احساس ان انا مقصرة مع ربنا، ومع اني بحاول اعمل اللي اقدر عليه، وفي نفس الوقت حاسة ان انا برضك مقصرة مع ابني، ومع اني بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه. طيب بارك الله فيك يا اختي منى. نعم. بداية من أخ بشار من سوريا، هو عصبي في العمل. كيف توصيه؟ أولا دائما يدعو اللهم أجرني من حر غضبي. اللهم ما أجرني من حر غضبي. من حر، لأن الغضب له حرارة. اللهم أجرني من حر غضبي. وكان عمر يقول في أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين، اللهم إنك تعلم أن في عنفا، يعني شدة، أن في شدة، فاجعلها على أهل الكفر والفسوق، ولينها على أهل التقوى والإيمان. انظر إلى اعتراف الإنسان بخلقه وبسلوكه. فهو يدعو الله سبحانه وتعالى دائما ألا يكون عصبيا، وأن يهدأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو يعني ضميما لهذا الأخ أبو حسين من السعودية، له زميل الأخ يعني لا. هو لازم يصبر عليه. الصبر على ماذا؟ لابد أن يكون ابتلاء. أسؤال يقول لك يعني على ماذا أخ؟ يعني أنا أريد ثواب الصابرين. كيف يأتي الصبر؟ من وجود الابتلاء. نعم. لا يوجد صبر بدون ابتلاء، ولا يوجد ثواب من غير صبر، فالعمليات متلازمة مع بعضها، فيبدأ الابتلاء فيأتي الصبر ناخذ الثمرة. نعم. يعني يتعلم عليه الصبر. يتعلم عليه الصبر ويصبر عليه. البسمة صدقة أم حسنة؟ تبسم صدقة، تبسم صدقة. الأخت منى من بريطانيا، لا إن شاء الله إحساسه هذا طيب، ولكن تراعي أن تعلم ابنها اللي هو مقيمة في إنجلترا، أن تعلمه العربية، تحفظه من القرآن الكريم، تلحقه بالمركز الإسلامي في مدرسة الأحد، وهكذا في كثير من المراكز هناك. مدرسة الأحد. مدرسة الأحد، لأن اليوم الوحيد الذي يستطيع الولد أن يذهب إلى المسجد فيه. نعم. بارك الله فيك إن شاء الله. يعني والمشاهدون ينتظرون منك زيارة بلدانهم كما وعدتهم بها. الله يعني من جوهانسبرغ السويد لسوريا. أنا لا أرفض طلب مسلم من المشرق أو المغرب إذا سمحت لي، يعني بقدر الله ووجدت الظروف المواتية. لا أقول لمسلم الله. بارك الله فيك. وكما بدأنا بالابتسامة ننهي بالابتسامة بعد الشكر سبحانه وتعالى على تشريفك لهذه الحلقة. شكرا لك فضيلة الإذاعة الإسلامية. شكرا الله لك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرق الفضائية، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى به كل الصفا.